السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطيب التحيات إليكم مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدين عبر قناة الإيمان الفضائية. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الفقه الاجتماعي يسألونك عن الإنسان والحياة، الذي من خلاله تتواصلون معنا لطرح استفساراتكم الفقهية والاجتماعية المنوعة، والتي يجيب عليها اليوم ضيفنا سماحة الشيخ زهير قوصان. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله. وقبل أن ننطلق، تذكير بوسائل التواصل معنا، الأرقام 01-853-804-805-806، وأيضا عبر رقم الواتساب والرسائل النصية 76-649-419. طبعا هناك العديد من الأسئلة التي وردتنا عبر رقم الواتساب. سمعت الشيخ، نبدأ بها. من المعروف أنه يجب إظهار البسملة حتى في صلاة الخفوت، يعني الظهر العصر، ولكن البسملة تعتبر آية من سورة الفاتحة، فكيف يتوافق هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ينهى عندنا بعض الروايات والنصوص التي دلت على ضرورة الجهر بالبسملة حتى في الصلوات الإخفاتية، يعني كصلاتي الظهر والعصر التي تكون القراءة فيها إخفاتية، فلا بد من الجهر بالبسملة، وعلى هذا الأساس تستثنى البسملة ويجهر بها، وهذا على خلاف ما عند غيرنا من المسلمين، حيث لا يجهرون البسملة، حتى يكاد البعض الذي يستمع إلى صلاتهم وكذا يكاد أن يقول بأنهم لا يأتون بالبسملة قبل الفاتحة. إذن هي فيها حكم، يعني الموضوع طبعا في نص. إذا كان عند الشخص رأس مال بالعملة الصعبة دولار أو يورو، بده يقلبن على اللبناني، وهذا المبلغ مخمس سمحت الشيخ، بس قلبته على اللبناني يمكن يزيد قيمته اللي كان عليها من قبل، هل يفترض أن يعاد تخميس المزاد عن هذا المبلغ إذا مر على السنة؟ هل إذا فعلا زادت قيمة المال عن المال المخمس، عن رأس المال المخمس، واعتبرت هذه الزيادة نوع ربح جديد، وجاء رأس السنة الجديدة، نعم هذا الزائد لابد من تخميسه. أما إذا لا، هو لو رجعنا نظرنا إليه بنظرة أخرى، هو عين المال غايته لا يعتبر ربح أو شيء، فلا شيء عليه. من بيحكم يعني؟ من طبعا قيمة السوق. قيمة السوق، يعني اليوم اللي كان مثلا معه دولار على 1005 واليوم بده يرجع يصرفه على 40,000، حقق ربح طويل. حقق ربح طويل، هذا ما دام يعني حقق ربح فلا بد من تخميس هذا الربح الزائد. نعم. طيب بعد إذا طبعا السنة مر عليه، مرت عليه مر سنة خمسية، لكن لو أنفقه خلال السنة مهما كان ربحه زائدا ما بيأثر. طيب طبعا صاحب هذا السؤال وجه تحية للبرنامج وقال انه هذا البرنامج عم بيكون مصدر كتير مهم للثقافة الدينية، وبيتمنى انه ما بيوقف، ان شاء الله هو ما بيوقف، مستمر معكم له سنوات مديدة على إذاعة البشائر وقناة الإيمان، وان شاء الله بيكمل معكم، وبنوصل التحية اكيد اللي ارسلها لزميلنا حسين اسماعيل ولضيوفنا كمان. طيب سمحت شيخ، ايضا سؤال، الحسد ذكر في القرآن الكريم، هل يقع الحسد فقط على المحسود أم حتى اللي بيحسد أحيانا قد يلحقه ضرر من هذا الفعل؟ هو أساسا الحسد يطال الحاسد. أساسا الحسد يطال الحاسد بآثاره السلبية. ليش؟ لأنه الحسد هو حالة نفسية مزبوط، تؤثر على صاحبها بحيث يعيش الغيظ والحنق عند رؤية النعمة على غيره. صحيح. فهو يتأثر، هو يتأذى نفسيا، وخصوصا إذا لم تتح له الفرصة أن يضر بالطرف المقابل المحسود. فهذا، ولذلك هذه الأبيات التي تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. جميل جدا، يبدأ بصاحبه. لا يعني له عايش، لأنه هو طبعا عايش، لأنه أنا كل ما بشوف نعمة على إنسان في غصة، بعيش في غصة، بعيش ألم، بعيش ضيق، بحيث كل الدنيا تظلم في نظري، كل الدنيا بتصير سوداء ضيقة، ما بقدر استذوق طيب العيش مع وجود النعمة على غيري، لأني أعيش هذه الرذيلة النفسية والرذيلة الروحية التي
أعاني منها. هلا أما المحسود يمكن أن يتأثر متى؟ عندما يبادر هذا الحاسد بفعل ما يؤذي مزبوط. المحسود، وإلا إذا لم تتح له السلطة، لا إذا لم تتح له فرصة ولم يستطع أن ينال من هذا المحسود بضر أو أذى أو شيء، يبقى أثر الحسد على الحاسد دون سواه. سبحان الله. طيب نفس كمان السائلة تقول عندي أحراز الأئمة عليهم السلام، هل ممكن أعمل منه الحجاب لدفع الحسد كمان؟ أول شيء نحن مسألة الأحراز وخصوصا ما ينسب للأئمة عليهم السلام، هذا أولا لا نثق أن كل هذه الأحراز فعلا صادرة عن الأئمة، ولكن بشكل عام إذا كانت هي عبارة عن آيات قرآنية أو نوع دعاء للحفظ أو ما شابه ذلك فلا بأس، ولكن على الإنسان أن لا يعيش هذا الهاجس أني أنا محسود. هذه أزمة كمان لأنه بس يعيش الإنسان هذه الأزمة أني أنا محسود، إذا تعثر في مشيته بيقول من الحسد، إذا يوم ما توفق بعمل ما بيقول من الحسد، إذا يوم مثلا كان طامح أن يحقق ربح بمقدار معين فحقق ربح أقل، مش حقق خسارة، حقق ربح أقل، بيقول أنا لأني محسود. لا، علينا أن لا نعيش هذا الهاجس. طبعا بلش يتهم، بلش يتهم الأشخاص وبيتهم. فكمان هاي أزمة نفسية مضافة قد تتسبب لنا عن وهم الحسد. لا خلاص ننسى، نحن نمشي حياتنا، نقوم بما ينبغي أن نقوم به من أعمال، من مقدمات، من أسباب، حتى نحصد نتائج، والله الموفق والله الحافظ. ذكر بعض الآيات القرآنية مثل التعوذ، يعني مثل التعوذتين وغيرها. لا بأس، هذا نور على نور. غاية أن لا نعيش هذا الهم ونجعل هذا الهم يسيطر علينا، لأنه أحيانا يربك حياتنا وبيعود فينا نشتغل، بيعود فينا نتحرك. وفي ناس بتستغل هذا الوضع بتعملنا حجابات وتاخد مصاري وتعملنا رقوة وتعملنا 100 شغلة، يعني بنفوت بدوامة. فما في داعي نحن نعيش هذا الهاجس، نسلم الأمر إلى الله ونفوض الأمر إلى الله، ونحن نقوم بما ينبغي أن نقوم به من أسباب ومقدمات، ونتخذه من آليات لوصول إلى أغراضنا وأهدافنا وغاياتنا. حتى البعض يعني بيصير يعلق فشله على هذه الشماعة، بيصير عنده نوع من الإحباط والإنهزام بحياته، نوع من التكاسل والتقاعس عن العمل، أنه أنا محسود شو خلص. ما عملت ما رح أفلح، خلص خليني قاعد بالبيت. لا، نطلع منها. نحن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، الله هو الحامي، والحاسد يصاب بحسده هو، مش نحن، ما بيأثر علينا. طيب كمان بنتابع معكم فضيلة الشيخ زهير قوسان، هناك شخص من أرحامنا عليه دين، هل نستطيع أن نساعده في إيفاء الدين من خمس أموالنا؟ لا بأس، لأنه واحد من مصارف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة مسألة الغارمين. إذا كان إنسان عليه ديون ولا يستطيع أن يؤديها، ولا سيما إذا كان رحم من الأرحام، فلا بأس بذلك. غايته بحسب تقليد المكلف، في بعض الفقهاء يشترطون أنه الحصول على إذن من الحاكم الشرعي قبل التصرف بالحق الشرعي، لا سيما إذا كان سهم الإمام أو ما شابه ذلك. حتى إذا وإلا كان من حيث المبدأ ما في مانع أبدا، لأنه هذا وجه من وجوه الصرف. يعني مسألة وفاء الدين عن الآخرين مصرف ووجه من وجوه صرف الحقوق الشرعية. بي والأم كمان بهالحالة نفس نعم الأب والأم إذا لم يكن هذا من أجل نفقتهم الشخصية. لا عم نحكي دين كمان. يعني فرضا متورط له بمسألة وترتب عليه مال معين، يمكن للابن أن يدفع دين أبيه من خمسه أو من زكاته، بشرط أن لا يكون للنفقة الشخصية، لأن النفقة الشخصية من واجبات المرأة. طيب نتابع مع المشاهدين والمستمعين، والتواصل عبر أرقام الهاتف اللي بتظهر على الشاشة لمستمعينا 01-853-845-6 ورقم الواتساب المتاح للرسائل النصية 76-649-419. طبعا على هذا الرقم ما بناخد اتصالات هاتفية مباشرة، فقط للرسائل النصية والصوتية. الآية الكريمة في سورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون،
يعني ملاحظ أنه هنا الخطاب للذين لديهم اللغة العربية، ماذا عن غير العرب بهالحالة؟ هل الخطاب ما بيشملهم هون؟ لا، هو هذا في بداية الدعوة. الله سبحانه وتعالى خاطب العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يعني أن هذه الرسالة لا تعني غير العرب. ولذلك يمكن لغير العرب أن يستفيدوا من القرآن الكريم من خلال الترجمة. يعني من لم يتمكن من اللغة العربية ولم يكن قادرا على فهم اللغة العربية والنطق والقراءة باللغة العربية، فيمكن أن يستعين بالترجمات. واليوم الترجمة منتشرة على أوسع نطاق، بغض النظر عن أن هناك بعض الترجمات قد لا يكون فيها شيء من الدقة أو قد يكون فيها شيء من التأمل، ولكن بشكل عام الترجمات متاحة لكل إنسان، ولا سيما في عصر التكنولوجيا الحديثة. يعني اليوم ما في حاجة يجي شخص يقعد يترجم للقرآن، يمكن نحن نأخذ نص قرآني ونعرضه على هذه التطبيقات الإلكترونية دغري بيصير فبتعطي ترجمة دغري. هلأ قد لا تكون ترجمة يعني تعطي المعنى 100%، خصوص بعض الأبعاد الروحية، بعض الأبعاد المعنوية التي يمكن أن تشتمل عليها الآية، ولكن على الأقل يستطيع أن يفهم محتوى شيئا من هذه الآيات. نعم، إذن الخطاب موجه للجميع. نحن أحيانا نوقف عند الكلمة. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال مخاطبا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني لم يرسله إلى خصوص أهل قريش أو أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الجزيرة العربية، وإنما للعالمين، رحمة للعالمين، للناس كافة. فإذا كل إنسان على وجه البسيطة يمكن أن يستفيد من هذه الرسالة، وهنا تكمن الخطورة في دور علماء الدين الإسلامي أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يستطيعوا أن يحملوا هذا الخطاب في هذا العصر إلى كل أرجاء المعمورة، إلى كل الناس، إلى كل الطبقات، إلى كل الشرائع. هذه كمان مسؤولية اليوم. سمعت الشيخ. نأخذ اتصال أول من المستمعين. ألو، صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا محمد حج يا شيخنا. يا أهلا وسهلا، مبروك إن شاء الله ونصر من الله وفتح قريب، بدي المطر الحمد لله طول الليل. الحمد لله رب العالمين، الله يبعث الخير. يا حج انت اذا جينا صوب الله شبر بيجي لعنا 10 بشبار. يا الله، فمعنيته من اللي هذا واللي هذا، لا، في كتاب الله، في ايات قرانيه، اي لو قلت الف لام ميم بيسهل لك ربك امورك انت. يا الله. نعم. الله يسهل أمرنا وأمرك يا حاج. هو ما حكيت من كتاب الله وعم يسمعك. يا الله، هذا هو عم يقرأ، أنت بقى تسمع، هو عم يحكي دي بقى تسمع له. نعم. حط إجرك هون والله هون. هذا اكتبها وجيب لي هذا وحط لي هذا، هذا ما بينفع. في كتاب الله بيقول توكلوا على الله وامشوا الطريق المستقيم. توكلنا على الله جميعا إن شاء الله رب العالمين. الله يخليك، الله يعطيك العافية. شكرا لكم حاج أبو محمد، وجمعة مبارك إن شاء الله، الله يتقبل أعمالكم. شكرا لحضرتك. نتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا ودائما بحضور ضيفنا سمحت الشيخ زهير قوصان. تلقي الاتصالات وكذلك الأسئلة عبر رقم الواتساب. في حدا بعت مولانا بلغوا تحياتي إلى مولانا الشيخ، وبالنسبة إلى الأعمال السحرية اللي منها مكتوبة ومنها مش واضحة، بس أكثر علماءنا الكرام حفظهم الله ينكرون وجود تأثير الأعمال السحرية على الإنسان، وما رأي الشريعة في ذلك أيضا؟ طبيعي هلا بحسب رأي سماح السيد فضل الله. نعم. قول أن هذه ما يسمى بالسحر أو سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق البخور أو ما أشبه ذلك، قوله في الواقع لا يوجد له تأثير واقعي، وإنما بعض الأشخاص قد يملكون قدرة إيحائية فيؤثرون على الطرف المقابل، والطرف المقابل يكون عنده قابلية التأثر فبصير يتأثر وبتترك بعض الآثار سواء العضوية أو النفسية أو ما شابه ذلك. وإلا هو حقيقة السحر كما هو رأي سماحة السيد فضل الله وبعض فقهاء آخرين لا واقعية له. مين بده يقنع الناس بس؟ هلا مين بده يقنع الناس، وخصوصي أنه في بعض الناس بيقول لك نحن لمسنا، نحن شفنا، نحن كذا،
لا أي مسألة، وهي في جدل حتى بين الفقهاء في كمان جدل كمان بعد ما حسن. أما مسألة العمل والتعاطي بالسحر عموما عند كل الفقهاء حرام، عند كل الفقهاء حرام، يحرم تعلمه وتعليمه والعمل به واللجوء إلى السحرة أو ما يسمى نفسه بأنه ساحر، يحرم اللجوء إليهم في أي مسألة من المسألة. والبعض كمان للأسف يعني يستعملون آيات القرآن الكريم لهذه الأعمال، وخصوصا بعضهم بيستعمل يعني كتابة الآيات بشكل مقلوب أو والعياذ بالله بالنجاسة وما إلى ذلك. طبعا هناك أساليب شتى، ولذا كان التوجه عند فقهائنا تبعا للنصوص والروايات الموجودة هو حرمة التعاطي في هذا المجال. إحدى الأخوات بعثت لنا رسالة صوتية بتقول لفت نظري، هي بالخارج، امرأة تضرب امرأة أخرى بأحد الأمكنة لأنه اكتشفت أنه لها علاقة مع زوجها، فلدرجة خلعت لحجابها وأهانتها يعني بالطريق وأيضا شتمتها. هل يجوز لها ذلك بالرغم من هذا السبب الأساسي اللي هو ممكن دفع أن تقوم أنه تهتك حرمة هذه المرأة بمكان عام؟ أولا يعني لا يجوز الاعتداء عليها بالضرب، لأنه مسألة الضرب هو نوع عقاب، والعقاب ليس من حق الشخص أن يبادر بمعاقبة أحد حتى لو كان يتهمه بشيء قد فعله واقعا، لا سيما إذا تمادت في الضرب إلى حد أن نزعت لها حجابها أمام الناس وكذا، فهذه فيها هاتك لي حرمة شرعية، وهذا أمر غير جائز. أيضا حتى السب، ولذلك يعني احنا صحيح الله سبحانه وتعالى يقول واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، طب هي ما ضربتك، هي ما سبتك، هي ما نزعت لك حجابك، هي في علاقة بينه وبين زوجك وقد تكون علاقة شرعية ما بنعرف، فأنت بدك تروح يشوف حسابك مع زوجك، وإذا كان علاقة شرعية ما لك حق، ما لك حق، هلا بغض النظر عن الجانب النفسي والجانب الروحي اللي بتعيشه المرأة من نوع غيرة أو ما شابه ذلك، نحن نتفهم كل هذه الأمور صحيح. ولكن لما بدنا نجي نحكي بقضايا شرعية، بدنا نحكي بقضايا حقوقية، إن والله أنا إلي حق أو ما إلي حق، لا ما لها حق، لأنه هي ممكن إذا بدنا نفترض لها حق، ما حقق على زوجك، هو المسؤول مش هي المسؤولة تروح تحاسبيها إلها. فأنت شوفي صف حسابك مع زوجك، شوفي ليش مثلا لجأ إلى هذا الطريق، لعل تكوني أنت سبب دفعوا إلى هذا. فبتيجي تعتدي على الناس بالطريق وبالسوق وبالأماكن العامة وإلى هذا الحد، هذا أمر غير جائز. يعني ما بنقدر هلا، قد واحد يتعاطف نوعا ما مع بعض الأخوات مع بعض النساء إنه في جرح في كذا تأثرت نفسيا، بس ما بيوصل معنى التعاطف إلى أن نسمح لها بأن تتجاوز الحدود الشرعية والحدود الحقوقية والقانون. إذا في مظلومية على فرضا في حاكم في قضاء شرعي في كذا ممكن في جهة معينة، إذا في لها حق ممكن الطالب بحقها، ولكن لأنه حتى أنا أفرض إنسان اعتدى علي بنحو أنه يحق لي أن أقتص منه، لكن لا أستطيع أن أقتص قبل رفع الأمر إلى القضاء ويقرر القضاء أني صاحب حق وبالتالي يأذن لي بالاقتصاص، وإلا تفلت الأمور، كل إنسان والله يرى أن له حق عند فلان بده يروح يأخذ بإيده يأخذ حقه بإيده، فالأمور بتفلت وما بتعود تنضبط. واللي يعني جزء كبير من المشكلة التي نعيشها في لبنان وفي كثير من بلداننا هي هذه الذهنية، هذه الذهنية أنه أنا أرى نفسي صاحب حق فبدي روح أخذ حقي بإيدي ممن أرى أن حقي عنده، وقد أكون محقا وقد لا أكون محقا، وحين يصير في قتل وفي جريمة وفي يعني إشياء، لذلك نحن لا نسمح توقف عند أمور الشتم بس، طبعا لما أقول لا نسمح مش كموقف شخصي من ناحية الشرعية، لا نسمح بهذه التجاوزات لأن هذه خلاف الشرع وخلاف الضوابط الحقوقية والضوابط الشرعية. نعم كمان بناخذ اتصال من المتابعين. الو، عليكم السلام. عليكم السلام، يا هلا تفضلي. شكرا انه انت عم كل جمعه عم نحضرك، اهلا وسهلا. بيسعدني انا كمان طلع عليكم، اهلا وسهلا. والله الاخت مين؟
سوزان. سوزان شعيتو انا بحبها كتير. اهلا وسهلا حبيبتي. شكرا. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مولانا معلش ما نسالك نحن سؤال. ولا يهمك تفضل. وفي الظروف اللي عايشين فيها بالعالم هلا في الايه اللي بتقول الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم فهو منهم. هاي وحده. الثانيه اللي هن عاهدوا وقت المشركين قالوا نخاف ان تدور علينا دائره. هذه الايه. مولانا السؤال يعني نحن عم نشوف هلا ظروف حالات فلسطين الظالمه بشكل الظلم اللي وقع عليهم بشكل مش معقول كذلك باليمن وغيرها. مولانا اللي طبعوا دول عربيه اسلاميه طبعوا مع اليهود عندهم عذر امام الله انه نحن طبعنا نخاف ان تدور علينا دائره. اليسوا هن بهيدا الزمن عم بيعيدوا ما فعله غيرهم من قبل؟ يعني هن بيقدروا بمستويهم المالي مستويهم القوي اللي عندهم بالنفط وغيره بيقدروا يكونوا اقوى بيقدروا ما يخافوا من هيدول الدول من امريكا واسرائيل. فهن طبعوا معهم مولانا عندهم عذر شيء امام الله؟ ما تاخذنا بهالسؤال. اهلا وسهلا. بس بدنا ناخره شوي. سامحينا بدنا ناخره شوي لانه في امور اسرع واسهل بعض الاسئله. هذا سؤال اكيد بده شويه وقت. بنتابع بالامور الفقهيه اكثر. مولانا ما هو الحد الاقصى للتعبير عن الفرح وخاصه في ايامنا هذه ايام المونديال؟ بنشوف الفرح المفرط والفرقاع والصياح والضجيج واصوات التلفزيونات العاليه بما يزعج الاخرين. فهل الشرع بيحدد يعني بهالحد لأنه قد مستوى نحن اللي بيحق لنا بموضوع إظهار الفرح والابتهاج؟ نحن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطانا آية لتكون ميزانا لنا في كل تصرفاتنا وفي كل أعمالنا وسلوكنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطة. الوسطية هنا تعني الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. يعني طبيعي الإنسان إذا مر بموقف محزن لابد أن يتأثر ويعبر عن حزنه وألمه، وإذا مر بحدث أو موقف مفرح لابد أن يتفاعل معه ويعبر عن فرحه وبهجته وسروره، لكن ضمن حد الاعتدال بأن لا نفرط في إظهار الفرح أو في إظهار الحزن كما يحصل في كثير من المواقف. يعني اليوم لما بيجي أنا عم بحضر مباراة جيد وما في حرام أن والله أنا أكون مشجع لفريق معين أو لهذه المجموعة أو لهذا اللاعب أو ما إلى ذلك وإفرح لما بينتصر أو بيحقق فوز أو بيجيب جول، ولكن اللي ما عم نشوفه مثلا الضجيج المفرقعات أبواق السيارات أصوات الدراجات النارية لما بتبلش تصدح في الليل ناس نايمة ناس في مرضى في أطفال في كذا، فهذا إزعاج وبالتالي هذا محرم. فالتعبير عن الفرح هلا أنا والله قاعد ببيتي عيطت هيصت أنا وعائلتي أنا وأولادي خير إن شاء الله ما زعجنا حدا إحنا حرين ما دام ما عم نرتكب حرام سوى أن والله عم ننط عم نزقف عم نعي خير إن شاء الله ضمن بيتي أنا ما عم بزعج الجيران ما عم بزعج الناس. أما والله إجي يوصل صوتي إلى الآخرين ويصير مصدر إزعاج ومصدر إيذاء ونقطع طرقات أحيانا ونعيق حركة المرور في كثير من الحالات فهذا أمر غير شرعي غير مطلوب لا غير شرعي غير شرعي عفوا محرم يعني ما بيجوز لانه نحن يعني هلا احيانا كثير مثلا بتلاقيهم بيطلعوا بدرجات ناريه انت بتضطر اذا معك سياره ورايحه مشوار توقف بدك توقف تنظري لحتى يمرقوا شوفي مواكب طويله احيانا سيارات وزمامير وابواق ورايات وعياط وصياح وكذا. طيب انا على اي اساس حتى لو كانت دولتي هي اللي عم تلعب مشواري عم استشفى مشواري اي انسان بدي امرق ما عندي لا اضطراري بس بدي امرق انت سكرت علي الطريق باي حق عم تسكر علي الطريق والله مشان يمرق الموكب الرياضي او الموكب الفرح. المشجعين او كذا اللي فرحانين او اللي او اذا زعلوا وخسر فريقهم ببلشوا يكسروا بيطبشوا كذا على اي اساس انت عم تكسر وتطبش هاي اموال الناس هاي سواء كانت اموال عامه او اموال خاصه على اي اساس مين اللي اعطاك الاذن مين اللي سمح لك
هيك بدك تعبر. فخلينا نكون حضاريين بتعبيرنا عن الفرح وبتعبيرنا عن الحزن والأسى. حتى يعني وقت اللي ورد بعض الأمور التي تحدثت عن مسألة التطبير وما إلى ذلك اللي هو تعبير كما يزعمون عن الحزن، أيضا تدخل الشريعة وقالت ما بيصير توصل بحزنك إذا بدك تعبر عن حزنك إلى هذا الحد. إذن في حدود مقبولة مسموح للإنسان أن يمارس حريته فيها تعبيرا عن حزنه أو عن فرحه، وفي حدود تخرج عن الإطار المسموح وتخرج عن إطار المباح، فبالتالي تدخل في الحرمة والأذية. لذلك بدنا نكون حضاريين نحن خصوصي. هلا كل الناس بتنادي بالحضارة وبتنادي بالتقدم والرقي، ولكن في مثل هذه المواقف تخلف بكل معنى الكلمة، كل ألوان التخلف بتنزل على الأرض. قلنا على سيرة المونديال كمان في سؤال مهم، المراهنة على الرابح والخاسر. المراهنة قمار ولا يجوز؟ ما بيجوز. لا. حتى يعني ولو مثلاً أصحاب بين بعضهم أو حتى عائلة حتى أو شيء. يعني هلأ مثلا في فريقين عم يلعبوا، أنا بقول أنا براهن على الفريق الفلاني وبحط فلوس، هذا بيراهن. وفي هلأ مكاتب مراهنات موجودة بالعالم كله، حتى كل العالم كل العالم يعني. حتى عندنا هون ضاحي معباي مكاتب مراهنات. إذا المعنيين من قوى الأمن ما بيعرفوا خليهم يعرفوا يروحوا يدوروا بالضاحي وبغير الضاحي موجود. في مكاتب مراهنات هذه حرام. يعني مرة نحن عم نكافئ نفس الفريق اللي بيربح أو اللاعبين اللي بيربحوا، ما في هذا مشكلة. جائز ما في مشكل. ومرة لا، نحن عم نتراهن على المتسابقين والمتبارين، هذا حرام ويدخل تحت عنوان القمار. هذه لفتة مهمة، لأنه حتى ولو كان بالقدر اليسير شو ما كان اسم العملية هي رهان، هي محرمة. بنتابع كمان مع الأسئلة اللي عم توردنا. كمان سؤال هيك، كيف ينبغي أن يكون مجلس العزاء؟ أنا بقرأ عزاء واللي عم بسمعه اليوم عم بيخليني أنفر من بعض المجالس. يعني هذا موضوع يطول مولانا. طبيعي يعني دائما نحن في حتى لما بدنا نجي نعيش عزاء أهل البيت عليهم سلام الله، نعم، لابد أن نكون موضوعيين وواقعيين. يعني عندما أتعرض لقضية من القضايا التي مر بها أهل البيت، سواء في قضايا في مسألة عاشوراء أو في أي قضية من قضايا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا ينبغي لي أن أمارس الاختلاق، اختلاق القصص والأكاذيب لكي أؤثر على السامع ليبكي ويتأثر. ما هو الواقع؟ ما المقدار الذي ثبت عندي من خلال الأدلة والنصوص التي يوثق بها أقدمه؟ هل استطعت أن أبكي الناس فبها، ما استطعت أن أبكي الناس. نحن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صحيح أن هناك بعض الروايات تحث على البكاء والإبكاء والتباكي، ولنا وقفة معها إذا شي مرة هيك سنحت الفرصة ممكن نتحدث، لكن بشكل عام الغرض من إحياء هذه المناسبات هو إحياء ذكرهم بإحياء فكرهم، بإحياء قيمهم، بإحياء التعاليم التي بثوها ونشروها، حتى تعود هذه السيرة العطرة لتنتشر وتنعكس على سلوكنا. وليس الغرض هو مجرد أن نجتمع ونستمع إلى قصصهم ونبكي ثم ينفض المجلس كأن شيئا لم يكن. أحيوا أمرنا رحم الله. فسئل الإمام الرضا كيف نحيي أمركم؟ قال تتعلموا علومنا وتعلموها الناس. هذا أفضل إحياء. هذا هو هذا هو الإحياء. عندما سئل كيف نحيي أمركم، تعلموا علومنا وتعلموها للناس. فأنا إذا لما بدي ارتقي المنبر سواء بعاشوراء أو بغير عاشوراء، بدي أنا بث فكر وعلوم أهل البيت عليهم السلام حتى يتعلموها الناس ويروحوا يطبقوها. مش بدي أجي أختلق قصص وروايات وبضطر كذب أحيانا بس من شان الناس يبكوا ويقول والله هذا قارئ جيد بارع وقارئ شاطر. بصير عنا جماهير وبصير عنا حضور ورحنا بالقصة لمحل تاني نهائيا. هون طبعا صار تجارة بأهل البيت.
على كل نسأل الله أن يهدي الجميع، بس ما بدنا ننفر من هذه المجالس، بس تعقيبا كمان مولانا هذا الإحياء بده يضلوا موجود نهذب. يعني وبدنا نحاول نعمل على تهذيب هذه المجالس، صحح بعض المسارات بهالموضوع. إذا طلق الرجل امرأته غيابيا ولم يعلمها بالطلاق، كيف شو بدها تعمل هي ساعتها؟ شو بيكون وضع الشرعي؟ ما عرفت كيف بدها تتصرف، ان هي اصبحت مطلقه بتدخل بعده وفي حقوق وفي واجبات يعني. طبعا هلا في حال لم تعلم ولم يعلمها، هلا هي من ناحيه الشرعيه مسؤوليتها ما دام لا علم لها بالطلاق، ما بتستطيع الا ان تبني على انها لا تزال زوجه، وان كانت هي في الواقع ليست كذلك، هي طلقت. ولكن هنا بنقول نحن في مسؤولية أخلاقية على الزوج وشرعية على الزوج، إنه أنت طلقت خير إن شاء الله، بغياب زوجتك طلاقك صحيح ما عندنا مشكل، ولكن على الأقل أعلمها حتى ترتب أحكامها الشرعية وتقوم بوظيفتها الشرعية، أو حتى تطلق سراحها تعرف نفسها أنه هي صارت حرة، بحيث بدها ترجع تتكون أسرة جديدة، بدها تكون حياة جديدة بعيدا عنك، أنت تخليت عنها خير إن شاء الله، بس اتركها ما تخليها مقيد، لأنه هي ما لم تعلم رح تعتبر نفسها زوجة، لا بتقدر تتزوج من رجل آخر، لأنه هي لو سئلت أنت خلية أو لا تقول لا أنا متزوج أنا ذات بعد، لأنه لا تعلم أنها طلقة. لو أتى مثلا هو ولم يكن يراعي الأحكام الشرعية في وقت من الأوقات، حتى لو بعض انتهاء العدة، واقترب منها وهي ما نعرف، هي ما بتعرف، تتعامل معه على أنه زوج، فبالتالي كيف بدنا نعيش؟ كيف؟ فلا لابد من إعلامها يعني. هون مش لفتت محكمة كمان يعني. طبيعي هلا هو عادة يعني عادة بالتنظيم لما بصير في أمور تنظيمية في محاكم في مؤسسات هذه الأمور تعالج، لكن لو فرضنا حصلت من حيث الظاهر هي لا تزال زوجة بحسبها لأنه لا علم لها بالطلاق، فهي بدأت تبقى تتعاطى على أنها زوجة إلى أن تعلم بذلك، فترتب الأثر الأحكام. طيب. بالنسبة للسؤال القرآني اللي طرحته الأخت حول التطبيع، هل الآية القرآنية هون تنطبق على ما نحن نعيشه اليوم، مع أنه الدول اللي مطبعة اليوم هي قوية ماليا واقتصاديا وحتى سياسيا يعني؟ يعني هن قد يكونوا أقوياء ماليا اقتصاديا، ولكنهم أضعف ما يمكن سياسيا، لأنهم تركوا أمرهم وأسلموا قيادهم للغير، صحيح يضغط عليهم متى شاء. إضافة إلى هذا التفرق والتشرذم الذي نحن عليه طبعا في دولنا العربية والإسلامية، نعيش تمزق ونعيش تشتت سواء داخل كل دولة أو بين بعضنا البعض، بين بعضنا البعض كدول، والغرب ودوائر الاستكبار العالمي والاستخبارات العالمية يحسنون بث الفرقة والفتنة فيما بيننا ليستضعفونا، ولذلك بعض الدول عم بيروحوا باتجاه التطبيع. طبعا التطبيع هو من الناحية الشرعية ولا سيما في الظروف التي نعيشها، أولا هذا الكيان الصهيوني هو كيان غير شرعي، أصل قيامه أصل وجوده وجود غير شرعي، حتى بالأعراف الدولية إذا بدنا ندقق غير قانوني، ولكن العالم ظالم اليوم فمستمر هذا الكيان بالوجود، لأنه يعتدي على أصحاب الأرض ويهجر أصحاب الأرض ويطمح بالتوسع إلى أبعد من هذه الأرض، فلذلك كل وجوده غير شرعي، فبالتالي نحن لا نستطيع أن نقبل التطبيع بأي شكل من الأشكال، كما أن هذا التطبيع في غالب الأحيان ما عم بيكون بشروطنا، عم بيكون بشروط الغير، وعم نكون نحن في تنازل وفي ذل وفي نحن الأضعف ضعفاء بهالموضوع، الحلقة الأضعف في هذا التطبيع. يعني مرة الإسلام يسمح لي بإقامة بعض العلاقات نتيجة هذا التنوع بالأعراف الدولية وقيام الدول وكذا، والإنسان لا يستطيع أن يخرج من واقعه، فقد تفرض الظروف
إقامة علاقة ما مع دولة ما حتى لو كانت هذه الدولة مثل اليوم نظر غير دولة شرعية أو ما شابه ذلك، ولكن بدي أشوف أنا ما هي الحدود وقديش أنا ببقى قادر حافظ على حقوقي، قادر حافظ على شخصيتي، على هويتي، على استقلالي، على كرامتي. أما إذا بدي طبع وروح اتنازل عن كل شيء فهذا يعني غير مقبول بأي شكل من الأشكال. هذا إذا غضضنا النظر عن قضية فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. أما إذا كان في عنا قضية مثل قضية فلسطين، التطبيع يعني إنهاء هذه القضية. التطبيع يؤدي مستقبلا إلى إلغاء الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتمكين العدو وإعطاءه شرعية في البقاء، وهذا أيضا مشكل. يعني حتى لو فرضنا جواز إقامة علاقة، حتى لو لم تكن هذا الكيان الصهيوني، لو لم يكن يهوديا بل كان إسلاميا، هو محتل، بل كان إسلاميا وكان محتلا وطاردا لشعب من أرضه وفارضا نفسه على هذه الأرض، التعامل معه نفس الشيء حتى لو كانوا مسلمين. صحيح. لأنه اليوم إذا إجا دخل مسلم على بيتي وطردني من بيتي، هل يحق لجاري المسلم الآخر أن يقيم علاقة طيبة مع هذا مع علمي بأنه طردني من بيتي وحل مكاني؟ ليس له حق. أمور واضحة، لأن هذا إقرار لهذا الاغتصاب، الفعل الشنيع اللي صار. فذلك يعني احنا حتى لو لم يكونوا يهودا، يعني احنا مشكلتنا مع الكيان الصهيوني مش لأنهم يهود، لأنهم محتلون، لأنهم غاصبون لهذه الأرض للأسف. يعني والقطار ماشي اليوم قطار التطبيع. على كل حال يمكن هون نستغل الفرصة نوجه تحية اليوم الإعلام الصهيوني اللي متواجد بقطر ليغطي المونديال، واجه يعني صد شعبي كثير قوي، نحكى عنه حتى بالإعلام العبري مولانا انه نحن شو عم نستفيد من هيدا من التطبيع إذا مجرد انه عم نقله نحن إسرائيل، عم بقوله لا ما في شيء اسمه إسرائيل، في شيء اسمه فلسطين، مش بس لبنانية على فكرة، كل الجنس معظم السياسات العربية. صحيح. كان عندهم هيدا الصد، هيدا ببشر بالخير، يمكن هي الأنظمة اللي عم بتطبع بس الشعوب، ولكن الشعوب بعدها إن شاء الله تمتلك هذا الحس القومي، الحس ببشر. الوطني، الحس الديني، الأخلاقي، الإنساني. ونسأل الله تعالى أن تنمو هذه الحركة وينمو هذا الحس حتى إن شاء الله يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب أن يعود إلى أرضه وإلى وطنه إن شاء الله. وتزول هذه الغدة السرطانية إن شاء الله. طيب بنتابع، وطبعا نحن بانتظار أي تواصل معنا من قبل المستمعين أو المشاهدين عبر الأرقام الهاتف 01-853-845-6 أو عبر رقم الواتساب 76-649-419. عودي للآيات القرآنية سمحت الشيخ زهير قوصان، ما هو تفسير اقتربت الساعة وانشق القمر؟ يعني هذه طبعا الآيات تتحدث عن علامات القيامة وعلامات نهاية العالم. فبعضهم فسر أنه يتحدث عن معجزة حصلت في يوم من الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده إلى القمر فانشق نصفين ثم عاد فالتحم. لكن إذا تتبعنا سياق الآيات القرآنية نجد أن هذه الآيات تتحدث عن علامات الساعة، علامات قيام الساعة. وهي فيها تذكير بأنك أيها الإنسان ستنتهي من عالم الدنيا لتنتقل إلى عالم الآخرة، ومهما رأيت هذه الساعة بعيدة هي قريبة، اقتربت الساعة. سبحان الله. حتى يبقى الإنسان متأهب، متحفز، مستعد، ولا يتغافل وينام كما يحلو للبعض أن يناموا، يعني ما إن شاء ما يصير فينا مثل الأرنب والسلحفاة، أنه بعد ساعة بعيدة بكير. لا، اقتربت الساعة. وكأنه يعني في تأكيد والخطاب. لذلك الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
كمان قريب يعني لغد يعني عبر عن يوم القيامة بأنه غدا غدا فقديش من قريب. هون كمان يمكن ربطا في عنا السؤال بيتحدث عن العمر محدد للتوبة، يعني وهل يفضل أنه الإنسان يتوب ببداية عمره أم لا؟ في عنا مثلا عادة بيقولوا الناس عمر 40 مثلا هو الأفضل أنه يتوب، يعني بيكون قلط مرحلة مهمة. ما في عنا شيء اسمه أي عمر هو الأفضل للتوبة. عجلوا بالتوبة قبل الموت وبالصلاة قبل الفوت. عجلوا بالتوبة قبل الموت، حيث أن الإنسان لا يدري في أي ساعة يموت، إذن لابد له أن يبادر إلى التوبة عندما يقع منه الذنب والخطيئة بمباشرة الوقوع مباشرة. بمجرد أن أقع في الذنب أو الخطيئة لابد أن ألتفت وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى خشية أن يقبضني الله قبل أن أتوب. قبل أن أتوب. بس نحن وما محدد عندي وقت أي سنة وبعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة. ما حدا عارف. نحن لسنا كعمر ابن سعد كما ينسب إليه نتوب إلى الرحمن من سنتين. ما في عندنا هيك شيء. فلذلك لا 40 ولا 20 ولا 30 ولا أكثر ولا أقل. كل إنسان واقع في الذنب واقع في الخطيئة لابد أن يبادر إلى التوبة مباشرة. نعم. ويخرج من ذنبه وخطيئته ويؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى. والخصلة التسويف اللي عادة ممكن نعيشها هذه هنا مكمن الخطر. هنا مكمن الخطر. لأني أنا أسوف أسوف فأقبض. والله ما بيجي بيعطيني هلأ. نحن بالواقع الله عم يعطينا مهل. عم يعطينا إنذارات. يعني نفس هؤلاء الأشخاص الذين يموتون أمامنا. هذه عبرة لكل نحن ما حاسبين حساب. يعني مرة بنكون ننظر إلى إنسان ولا هذا مسكين على حفة أبره إجر بالأبر وإجر ما نحن رايحين كمان نفس الشيء. بنشوف شاب ولا بيتوقع الإنسان ولا بيخطر بباله أنه هذا يموت شوفه مات وذاك بيبقى عجلس. سنوات من بعده. إذن ما في قاعدة يقول والله بعد سنتين أو بعد 5 أو عند سن 40 أفضل وبعد سن هلا بعض الناس هيك عندهم تفكير. أنا بتجي مثلا بتقولي له روح على الحاج بقولك بكير هلا خلي بتجي مثلا فتاة مثلا ما محجبة كذا بتحكي مع أهلها خليهم يتحج خليها تعيش حياتها هلا بعد صبيب أول عمرها خليها تشوف نفسها خليها تطلع تنبسط كذا لاحق بعدين بكرة بتتزوج وبتصير بيت زوجها بتتحجب وبتصلي لا ما في عنا هيك شيء. ما في. أنا مكلف صرت مسؤول غلط بدي بادر إلى التوبة بدي بادر إلى الاستغفار وهذا التسويف هو مكمن الخطر. 100%. حتى نحن كمان يعني وصايا أمتنا عليهم السلام أنه كل يوم نحن نحاسب طبيعي. أنفسنا وما ننام قبل ما نتوب من المحاسبة أي شيء. ولذلك لأنه ما عندي مرة يعني كشف حساب يومي مرة في شيء مقبول في شيء مقبول حتى عقلا وعقلائيا بغض النظر الآن عن الموقف الشرعي. بيجي بيقول أنا مثلا مطلوب مني بيوم كذا المسألة الفلانية وأنا معي فرصة خير إن شاء الله إذا ما عملت اليوم بعملها بكرة بعملها بعد بكرة إذا في معي أنا فرصة إلى يوم كذا في تاريخ محدد. طيب هذا إذا كان في شيء محدد ومعلوم. بس نحن في علاقتنا مع الموت شو هو المحدد؟ أبدا ما في شيء محدد. يأتي الموت بغتة فجأة. وما لي لا أبكي وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني. دعاء الإمام السجاد عليه سلام الله دعاء السحر. يعني هم شو عم بيقول للإمام؟ بيقول لي أنه الموت فوق راسنا عم بيرفرف يقبض روحنا بأي لحظة. هذا مدعاة للحذر.
حتى اليوم مولانا في فيديوهات رائجة جدا، بيكون الواحد بحلقة تلفزيونية بيوقع بفوت على مكان بيلاقوه كمان عم يقرأ قرآن، فجأة سبحان الله بتطلع روحه يعني. وهذا ما عاد صار يعني شيء نقول لا مش معقول يصير يعني، كمان هيدا مشاهد يعني الحوادث بيطلع إنسان شديد عتيد مثل ما بيقولوا، بيصير معه حادث السيارة بينتهي 100%. وهيدي بدنا بس الناس يعني تعتبر احيانا يعني. بياخذ كاس الماء بيشرب بغص بيتوفى بيصير عنده شرقه بيروح فين. مسكين ابن ادم تقتله الشرقه وتؤلمه البقه وتنتنه العرقه. مختصر مفيد سبحان الله امام علي عليه السلام سبحان الله. طيب سمحت الشيخ ايضا من اسئله المتابعين، التداول بالعملات الرقميه عبر تطبيقات الهاتف يعني بتشتري وبتبيع يجوز ام لا يجوز؟ يعني هلا هي في موقف قلق من هاي العملات الرقمية إيه؟ يعني حتى من نحشرها هلا دائما إذا كانت هذه العملة ذات قيمة سوقية ومعترف فيها في البلد التي يتم التداول بحيث أنه أنا بقدر إذا كنت أمتلك مقدار معين من هذه العملة الرقمية بقدر استبدلها بسلعة أو ما شابه ذلك أو استبدلها بعملة نقدية من العملات المتداولة فلا بأس. لذلك حتى الآن على مستوى الدول في كلام متناقض حولها، بعض الدول اعترفت فيها بعض الدول لم تعترف بها، ولذلك الموقف منها مشكل، فلذلك لا بأس من العمل بالاحتياط في هذه المسألة واجتناب التعامل والتداول بهذه العملات الرقمية. كمان بلاها بيكون أفضل يعني بهالحالة. يعني هذه من الابتلاءات العصر الجديد. العصر ولذلك يعني مرة مولانا دعم يستجد علينا. فعلا يعني نحن بحاجة لدراسة هذه المسائل بشكل دقيق. صحيح. مع مختصين وخبراء. يعني ما بيكفي نحن نقعد ضمن الحوزة أو ضمن مكتب شرعي معين سواء بمؤسسة السيد فضل الله أو بأي مؤسسة من المؤسسات الشرعية، لابد من التشاور مع خبراء ماليين ونقديين يعني عندهم خبرة بأمور النقد، ونشوف إنه هذا النقد في العالم هل أصبح له قيمة ولا هي حتى هاي ورقة الليرة أو الدولار أو الريال هي عبارة عن ورقة مطبوعة لكن صار لها قيمة فأصبحت محلا للتداول. صحيح. فهل هذه العملة الرقمية الآن لها قيمة تشكل قيمة سوقية معينة أو لا؟ فلذلك هذا الأمر بحاجة إلى دراسة وتأمل حتى يستطيع الإنسان أن يعطي رأيا شرعيا واضحا وصريحا فيه بشكل قاطع. أحد الأخوة عنده محل مواد غذائية، هل يستطيع أنه يأخذ قرض؟ طبعا المحل اليوم بات شبه فارغ فبده يأخذ قرض ليرجع يجهزه ببضائع، في أي إشكال شرعي بهالموضوع؟ أصل الاقتراض ما في مشكل يقترض، لكن المشكل إذا كان القرض ربوي أو لا. فإذا كان مقصوده قرض ربوي، إذا كان مضطرا بحيث أنه والله معيشته على هذا المحل وما عاد قادر هو يزوده ببضاعة وما عنده مصلحة تانية يقدر يعيش منها ومضطر يأخذ قرضه، ما في أي جهة تقرضه إلا بقرض ربوي، فعند الاضطرار ما في مشكلة، الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا لا، أنا والله ماشي حالي يعني بهذا الحد اللي أنا عليه ماشي الحال والأمور ماشي، بس حابب وسع نشاط التجاري وعمل التجاري بدل ما تكون دكان صغير بدي اعملها سوبر ماركت كبير. مصبوط. لا هاي ماشي حالي وعايش وهديك كمان بعيش بس بشكل اكبر، هون لا ما في ضروره لاني اقترض بالفائده والجا الى القرض الربوي. اما اذا اقتضت الضروره مثلا واحد عنده مؤسسه وصار عليه ديون وما عاد قادر يكمل ومعيشته بتوقف على هذا الامر بحيث اذا وقف خلص ما عاد عنده مصدر عيش، فاذا فعلا كان في ضروره، وهذه طبعا الضروره تقدر بقدرها. شخص كان يصلي العصر وعندما كان يتشهد بالركعة الثانية ظن أنه في الرابعة ولكنه بعدين رجع تذكر فقام وكمل صلاته. ما في مشكلة. ففي أي مشكلة بهالحالة؟ ما في أي مشكلة، فقط هون إذا تأكد أنه هو بالثالثة وقام كمل صلاته فعنده سجدتي سهو بسبب هذا التشهد الذي بدأ به سهوا. بس هل قد الموضوع؟ طيب.
فرقة البهوية في شيء بهائية بهوية بعتقد السؤال، هل هم من الشيعة؟ هل هو البهائيين طبعا كانوا بالأصل شيعة ولكن انحرفوا عن مذهب التشيع، ومنهم ما يقال أنه شاه إيران كان منهم، ويوجد في إيران الآن وفي بعض الدول العربية وفي بعض الدول غير العربية، وحتى يمكن هون في بعض المناطق بلبنان يوجد، حتى بفلسطين يوجد منهم. بس إن يعتبروا شيعة أو لا؟ لا لا، عندهم شيء منحرفين عن المذهب التشيع. هلا وإن كان نشأتهم خرجوا من التشيع، يعني صاحب هذه الفكرة وصاحب هذه، هن شيعة كانوا ولكن خرجوا عن التشيع، الآن ليسوا فرقة من فرق الشيعة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم سمحة الشيخ غصان. طبعا باقي الأسئلة اللي وردتنا عبر الواتساب إن شاء الله بنرجع يوم الثانين بتنطرح ضمن البرنامج مع الزميل حسين إسماعيل، فأي حدا عنده فبدنا نعذبكم تنطروا ليوم الثانين لتستمعوا الأجوبة. شكرا لتواصلكم معنا، شكرا لأيضا حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم، دمتم بألف خير وتقبل الله أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله.